أهلا بكم من جديد في حصة مغاربية. في خطوة جريئة ومفاجئة في المغرب، أعلن حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة عن تحالف سياسي بعد 10 سنوات من العداء السياسي. وقال الحزبان عن تحالفهما إنه يأتي في إطار التواصل المنتظم مع الأحزاب السياسية الوطنية وفرصة لتبادل الرأي والتشاور في شأن مجمل المستجدات. وبحسب تصريح عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن الحزبين أضعا 10 سنوات في صراع الديكة، وأن زمن القطيعة والصراع بين الحزبين قد انتهى. بينما صرح سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحزبين يفكران في استمرار الحوار السياسي في المستقبل، يشمل جميع القضايا الخلافية بما فيها وجهات النظر المتباينة بين الطرفين. بعد 10 سنوات من التصادم السياسي، تتفاجأ الأوساط السياسية تحالف حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض. تحالف ينهي الصراع السياسي بين الحزبين ويطوي صفحة الماضي ويوجه رسائل واضحة ومبطنة. ليست لي معارك إيديولوجيا مع حزب العدالة والتنمية، هذا موضوع المثقفين وموضوع السياسيين الكبار. أنا عندي خلاف مع حزب العدالة والتنمية في موضوع تدبير الشأن العام وفي الحصيلة الحكومية فقط. وإذا كان ضروري أن أتحالف مع غدا سأتحالف مع العدالة والتنمية. فهذا التحالف أثار نوع من الاستغراب وسط المشهد السياسي المغربي، وما هو الهدف منه؟ الهدف يتضح أنه هناك هدفين. الهدف الأول وهو الظاهر هو نحو التوجه نحو الحكومة، أما الهدف يعني المبطن والغير الظاهر وهو محاصرة أحد الأحزاب السياسية المنافسة في الانتخابات المقبلة وهو حزب التجمع الوطني الأحرار. ضيق الخناق على الغريم السياسي ليس بالأمر السهل، وعليه فالتنسيق بينهما هي وحدة وإنقاذ من الموت السياسي بحسب رأي المحللين. أعتقد أن ما يربطهما الآن هو وحدة العدو السياسي، إن شئنا نقول، لأن الانتخابات المقبلة كلها تؤشر على ظهور حزب التجمع الوطني الأحرار بزعامة عزيز أخنوش، وهو مؤهل لكي يكون في المرتبة الأولى من الانتخابات. وبعض الممارسات التي تمارس يعني من قبيل الضغط على بعض المرشحين من أجل عدم الترشيح ضمن الأصالة والمعاصرة أو العدالة والتنمية والتشطيب على بعض المرشحين إلى آخره، دفع هذين الحزبين من أجل أن يتكتل وأن يعطي رسالة للمشهد السياسي على أنه هما ليس واحدين، وأن بإمكانهما تشكيل حكومة مشتركة من بعد انتخابات شتنبر 2021. يرى المراقبون أن حزب الأصالة والمعاصرة يريد تسوية خطيئة النشأة وطي صفحة الماضي، وخطوة حزب العدالة والتنمية مكسب كبير وتجديد لشرعية غريمه السياسي. اللعبة السياسية هي كرمال متحركة لا تعترف بالثبات، والتغيير يحكمه المصالح، وباب التحالف لن يغلق عند تقارب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، بل ستطفو تحالفات جديدة قبل الانتخابات المقبلة، والكلمة الأخيرة ستكون داخل صناديق الاقتراع. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط. وينضم إلينا ضيفان من الرباط، مصطفى تاج الكاتب والمحلل السياسي، ومن مراكش جمال مكماني عضو المكتب الوطني لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة. أهلا بكما معنا في حصة مغاربية. لعلي أبدأ معك سيد مكماني، ماذا تسمون ما يجري بينكم وبين حزب العدالة والتنمية؟ هل هو تقارب، تحالف، تنسيق، ماذا بالضبط؟ مرحبا، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، ومن خلالكم سوف نحاول أن نتواصل مع الرأي العام بخصوص ذلك البلاغ المشترك الذي صدر عن التشاورات التي استأنف حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب العدالة والتنمية. أولا، وأنا أتابع ما قدمتموه، فلا يمكن أن نتحدث عن نوع من التحالف، لأنه لا وجود لتحالف الآن ما بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية. كل ما هناك نوع من البحث عن قواسم مشتركة، البحث عن نوع من التفاهم وتجاوز
كل تلك المطبات التي حكمت تلك العلاقة التي سادها النفور والصراع في مراحل سابقة، وخاصة خلال مرحلة الانتخابات أو انتخابات تشريعية ديال سنة 2016. ما عدا ذلك لا وجود الآن لتحالف. كل ما هناك هو أن قيادات الحزب الأصالة والمعاصرة حاولت أن تبني علاقات أخرى جديدة مبنية على التفاهم وعن الابتعاد عن كل المشاكل التي يمكن أن تكون مع بقية الأحزاب، فما وقع مع حزب العدالة والتنمية أيضا وقع مع مجموعة من الأحزاب الأخرى. والقيادة الجديدة بالنسبة للحزب بقيادة الأستاذ عبد اللطيف وهبي، هذه أطروحة دفع عليها خلال المؤتمر الوطني الأخير، المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي دافع من خلاله على كون ينبغي أن تكون العلاقة التي تجمع حزب الأصالة والمعاصرة علاقة ود واحترام. لكن سيد مكماني، ما تصفه اليوم بالتشاور، هل يمكن أن يصبح تحالفا فيما بعد مع قرب الانتخابات مثلا؟ لا يمكن أن نتحدث الآن عن التحالفات، فلا وجود لتحالف. لكن الأمين العام لو سمحت لي، الأمين العام لحزب الأصالة حزبكم السيد عبد اللطيف وهبي قال بنفسه لا مانع لدينا من التحالف مع حزب العدالة والتنمية. نعم، وهو بالفعل عبد اللطيف وهبي يتحدث عن جميع الأحزاب، يقول على أنه انتهى زمن الخطوط الحمراء، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك خط أحمر مع بقية الأحزاب الأخرى. حزب الأصالة والمعاصرة كما يعلم الجميع اليوم هو ينافس من أجل احتلال الرتبة الأولى، وإذا كان ينافس من أجل احتلال الرتبة الأولى فعليه أن يكون في علاقة جيدة مع جميع الأحزاب، وهذا ما جعل من عبد اللطيف وهبي يصرح بأنه لا مشكلة للتحالف مع أي حزب. لكن في الوثيقة التأسيسية سيد مكماني، في الوثيقة التأسيسية لحزب الأصالة تقولون بالمعنى الواضح أنكم كحزب من قناعاتكم الجوهرية أنكم ضد التوظيف السياسي للدين الإسلامي. هناك من يسأل، هل ابتلع حزب الأصالة والمعاصرة قناعاته التأسيسية الحزبية أم ماذا؟ نعم، إذا كانت الأرضية التأسيسية فيها إشارات إلى هذا الجانب فلازال حزب الأصالة والمعاصرة إلى حدود اليوم يدافع على أنه لا ينبغي أن يتم استغلال المشترك المغاربة في أمور سياسية، ولحد الآن لا يزال نردد هذا الكلام. فحزب العدالة والتنمية ما دام أنه حزب يحترم هذه الشروط، وما دام أنه يعني حزب لم يثبت لحد الآن أن استغل هذه المسألة، فبالنسبة للحزب الأصالة والمعاصرة لا وجود لمبررين من أجل مهاجمة هذا الحزب. نأخذ رأي سيد مصطفى تاج، نأخذ قراءة السيد مصطفى تاج الكاتب والمحلل السياسي، رأيك في هذا التشاور أو التقارب بين الحزبين، وهل هو مفاجئ في الأوساط السياسية داخل المغرب، وما دواعيه في هذا التوقيت بالذات؟ شكرا. هو التحالف كان يمكن أن يكون عاديا لو كان في سياق آخر، لو كان قبل سنتين أو قبل 3 سنوات، ولكن والحالة هذه وأن هذا التحالف عقد اليوم ونحن نحضر للانتخابات التشريعية والجامعية وكل المغاربة يعتبرونها مصيرية، وهناك تكاتف من مختلف القوى لتشجيع المغاربة على التسجيل في الانتخابات وعلى المشاركة السياسية وخصوصا فئة الشباب منهم، نرى اليوم هذه الخطوة التي غير المفهومة على اعتبار أن المغاربة كانوا ينتظرون من الحزب الذي يقود الحكومة أن يتحدث لا بالشجاعة السياسية وأن يقدم الحصيلة. كذلك نفس الشيء بالنسبة للحزب المتصدر لعدديا للمعارضة، كان من المفروض أنه يقدم الحصيلة ديالو في المعارضة، لأن الدستور الحالي بوأ للمعارضة كما للسلطة التنفيذية يعني مهام كبرى، وينص
كذلك الدستور على مسألة جوهرية اللي هي ربط المسؤولية بالمحاسبة. اليوم في عوض من كونوا مع تقديم الحصيلة نرى بأن هناك تهافت نحو الحكومة المقبلة ونحو ما ستفرزه الانتخابات المقبلة، وبالتالي هذا يمكن أن نسميه هروب على تحمل المسؤولية، وكذلك محاولة يعني بلقنة المشهد السياسي على اعتبار أن المغاربة تتبعوا طيلة سنوات يعني أحكام قمة صدرت في حق كلا الحزبين. نعم. منهما كلاهما يعني سمعنا العدالة والتنمية كان يقدم توصيفات في حق الأصل والمعاصرة من قبيل حزب البؤس، حزب العار، حزب التحكم، حزب الإرث الحزب الوحيد. كما كنا نسمع بأنه حزب الخوانجية، الحزب الذي يستغل الدين من طرف قيادات في الأصل والمعاصرة، وكانت هناك إعلانات عن خطوط حمراء. اليوم نتفاجأ بهذا التحالف مما يبخس من القيمة الفعل السياسي على اعتبار أن العمل السياسي هو أخلاق أولا وأخيرا. هذه التحالفات. نعم. بشكل عام تعتقد سوف تؤثر على الناخب المغربي، على صناديق الاقتراع، على الانتخابات التشريعية التي تفصلنا عنها أسابيع؟ للأسف الشديد مثل هذه الخطوات لا تشجع المغاربة على المشاركة السياسية، لأن إلى يومنا هذا لم يقدم العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة حصيلته يعني في تدبيره طيلة هذه الخمس سنوات، كما لم نسمع يعني عن حصيلة للحزب المتصدر عددية للمعارضة. أول ما سمعناه هو هذه الخطوة الغريبة والتي لا منطق لها، على اعتبار أن المغاربة اليوم ينتظرون الحصيلة وينتظرون البرامج. نعم. للأسف الشديد في عوض من نلقوا أنفسنا أمام برامج نجد أنفسنا أمام تحالف يمكن نأخذ تعقيب تحالف هجين ولا منطق له. واضح. سيد مكماني تعقيبك في 30 ثانية باختصار لو سمحت. المثير في الأمر هو أن ضيفك العزيز يتحدث عن تحالف، وأنا قلت منذ البداية بأنه لا وجود للتحالف. كل منتفعين من علاقة الصراع بين حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب العدالة والتنمية سوف تبتعد أيديهم اليوم من هذا من هذا النوع من التفاهم أو النوع من التقارب. كما قلت بداية، فعبد اللطيف وهبي لما أتى إلى قيادة الحزب تكلم عن كون أنه انتهى زمن استغلال الأخطاء. نعم. التي يمكن أن يقوم بها حزب الأصالة والمعاصرة. نعم. وبالتالي فنحن سوف لن نتحدث منذ اليوم عن ما يمكن أن نتحدث بلغة تتيح إمكانية جعل هذا التقارب. نعم. يخدم مصالح معينة، لا نريد أن يخدم مصالح. نعم. أخرى غير مصلحة حزب الأصالة. أتركنا الوقت تماما. نحن كحزب حزب الاستقلال قد تحالف مع حزب العدالة والتنمية في حكومة عبد الإله بن كلال. نعم. وجميع الأحزاب قد تحالفت مع حزب العدالة والتنمية، فلماذا حينما يتم نوع من التقارب ما بين حزب الأصالة والمعاصرة. نعم. وحزب العدالة والتنمية تكون ردود أفعال في هذه الشكل؟ نعم. ربما فقط للمواقف السابقة بين الحزبين، يعني ربما فقط للتاريخ في التصريحات وفي المواقف بين الحزبين. أشكركما جزيلا، أدركنا الوقت تماما، كنت أتمنى أن يطول الوقت أكثر. من مراكش جمال مكماني عضو المكتب الوطني لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، من الرباط مصطفى تاج الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما.